خلينا نشوف طارق كساب او الاعلامي الذي له اجنده، بس لازم اقول ان هو كمان غير انه له اجنده، هو فكره السبق عنده مجنونه، ودي عندنا كلنا. يعني انت برضو حطيت ايدك على حاجه مهمه جدا، انه فكره السبق دي بالنسبه لنا كل حاجه. كل واحد فيهم عنده حلم مجنون، فهو عنده السبق والمعلومه دي هي طبعا انك تروح اخر تروح عشان تجيب الخليفه ولا تروح عشان تجيب. طبعا في دلوقتي بقينا بنفرق بين الامور، ولكن السبق بالنسبه للصحفي اللي يملك المعلومه ملك، هو في التقادم طبعا هو كل شيء ان تسبق وان يكون لديك المعلومه وتطلع صحيح. تقولها. نشوف طارق كساب. من هو رمزي عبد الستار؟ انه المهندس المصري ابن منطقه السيده زينب، خريج كليه الهندسه جامعه القاهره بتقدير امتياز. الحقيقة زملائي في الكنترول بيقولوا لي في الايربيس ان القناة نزلت نعي الوالد. الوالد توفى منذ دقائق، وانا الحقيقة ما كنتش اقدر اسيب الهوا، لان دورنا كاعلاميين احترام وقت المشاهد، والعقد اللي بيننا وبينه اننا نفضل جنود للحقيقة وحراس لها في كل الأوقات حتى أوقات الحزن. حتى أوقات الحزن والفقد. رحم الله والدي الحاج كساب الذي رباني على قيم الشرف والصدق والالتزام. أعزائي المشاهدين، نرجع لموضوع حلقتنا، وكيف تحول المهندس رمزي عبد الستار إلى الخليفة أبو منصور المهاجر؟ تعالوا نحكي مع بعض قصة المهندس رمزي عبد الستار. لا مش قوي كده بقى، يعني زيادة يعني لو سمحت. يعني أكيد يعني هو لو أبوه مات هيطلع فاصل ويمشي، يعني مش هيكمل، ده مش مسرح. يعني برضه هنا دور فتحي كان عظيم جدا، أداؤه عظيم جدا، فكره ان هو ما بين انك بتصدقه وما بتصدقوش. شخصيه صعبه جدا جدا. لما بتتفرج على المشاهد دي بتقول ايه؟ بحبه حب في الشخصيه دي، وكل شويه ببعت له مسج، يعني طبعا ما اقدرش اقول في حواها يعني، لكن فرحان بيه بشكل غير عادي بجد. فتحي عامل دور شديد السفالة بالمعنى الحلو. أيوة يعني طبعا الفني. طبعا ده بالمعنى الفني يعني. رائع يعني.